الإنسان عندما يتذكر هذه الأشياء وتذكر المكر الشديد الذي يمكره الكفار لتكريه الناس في دين الله عز وجل. دايما كنت أقول بأن المجتمعات التي يعيشها الناس هذه الأزمان إنما تنتج شبابا وفتيات هم بعيدون تماما عن دين الله، كل شيء يبعد عنه الدين، دورة حياة الأمراض بعيدة عن الدين، نزول الأمطار بعيد عن الدين، تكوين الجبال بعيد عن الدين، لا علاقة للدين في لا الأحياء ولا الفيزياء ولا الرياضيات ولا تدريس العربي ولا الإنجليزي ولا أي شيء، لا علاقة للدين بأي شيء يتم تدريسه إلا حصص هزيلة يجعلونها في آخر اليوم، وغالبا المدرسين لما يتلاء عندهم يعني متأخرين في النحو أو في النصوص يهجمون على حصص الدين فيستولون عليها ويجعلونها حصص لمودهم. ومع هذا المكر المتواصل نجد المساجد مفتوحة، الأذان يقام، اللحى تنتشر، النقاب موجود، لا يمر يوم إلا يهاتفني بعض الناس نريد أن نطلب العلم، عاوزين نتعلم ديننا، فين الدورات العلمية، فين المجالس، نقعد فين وندرس ونعمل، أقول سبحان الله الناس دول خرجوا منين، من الذي دفعهم إلى طريق الله مع كل هذه الظلمة الشديدة التي يعيشون فيها. على المستوى العالمي نجد أن النصارى ينفقون أموالا بمئات المليارات من الدولارات لصرف الناس عن دينهم، وكذلك يفعل البوذيون والهندوس والسيخ، ومع ذلك هذا المكر المتواصل يذهب أدراج الرياح. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، حسرة لأن الإنسان يتحقق مقصوده، يتحقق مقصوده بالتعب، فإذا تعب وبذل وأنفق وتحقق المقصود سعد. طب إمتى يحصل؟ تصيبه الحسرة والندامة عندما يحدد الهدف ويبذل الجهد ويظن أن الطريق الصحيح هو يسير فيه وفي النهاية لا يحصل المقصود، عندئذ يصاب بماذا؟ بالحسرة، يصاب بالحسرة.